ضيفتنا الثانية لحلقة اليوم هي منى النظري اللي جات من طنجة لبوسطن قبل من 19 سنة. التحقت منى بزوجها بأمريكا وتحديدا بوسطن، واندمجت بسهولة في الحياة الأمريكية ودخلت مجال العمل في قطاع التأمين قبل ما تلتحق بالقطاع البنكي وتمشي فيه خطوات، وهي اليوم إطار بنكي ناجح. منى سيدة طموحة، طموحها ما عندوش حدود، على استعداد دائم للتعلم وخوض دورات تكوينية من أجل الترقية في عملها والوصول إلى المناصب العليا. كتأكد منى أن أمريكا بلد تكافؤ الفرص، كيمكنك من أنك تحقق أحلامك وطموحاتك شريطة الدراسة والعمل بدل مجهود كبير. اسمي منى النظري من طنجة، جيت لأمريكا في 1999 في أوت، لو بروميي أوت كنخدم في إيسترن بانك، عندي لا بوزيسيون ديال أناليست ديفالواسيون إي أنفيرونمون، في عمري 43 عام. جيت لي زيتازوني بريسيزيمون هنايا لبوسطن في يا 19 عام في اوت، لو بروميي اوت 1999. جيت حيتاش كنت تزوجت في طنجة وجيت مع راجلي لهنايا، فجيت قبل ما نجي بعدا قبل ما نتزوج كانت عندي فورماسيون دو، قريت في ايسفوتيك انستيتيو سوبيريور دو فورماسيون جيستيون، ومن هذا المنبر كنقول هاي تو مستر شرايبي لو ديريكتور ديال ايسفوتيك. من بعد درت شويه ديال الدروا فرونسي، سكي في ديك الباجاج شويه عاوني هنايا فاش جيت، وكنت كنعمل شويه ديال سونتر امريكان، سكي في ماشي لا لونغ انجليز ما كانت عندي منها حتى شي حاجه، غير شنو هما في الاول كان كيضرب الزربه وكنت كيخصني شويه دغاتراباج. والخدمه ديالي الاولانيه ديالي كانت عندي في شركه ديال لاسيورونس ديال كومبنسيشن، ومن بعد ما جلستش فيها بزاف باسكو حملت، ومن بعد ولات جلست شويه. من بعد دائما كانت عندي باشن ديال طرافاي دون جون بانك، عملت ان كونكور وعيطوا لي وجي ريوسي. في الاول كان عندي سيرفيس، جي باسي بار لو سيرفيس ديال غيشي، بيتي ا بيتي بدا كيصيفطوني نديرو لي انفورماسيون. الحمد لله انا جو سو فيير ديتر ماروكان، علاش؟ لحقاش لو باجاج لي جينا به كيعاوننا ديتر امبيسيو دائما. وي اي كان دو ذا جوب، يعني نقدر نعمل هاد الخدمه غير ثيرسي، يعني عطشاني نتعلموا شي حاجه، واون ميم طون كيخصنا والدينا والعائله ديالنا يكونوا شي شويه فيير دو نو. من بعد شويه بشويه من سيرفيس ديال غيشي وليت اسيستون ادجوان، ادجوان ديال شيف داجونس، من بعد وليت شيف داجونس، من بعد اكطوالمون عندي لا بوزيسيون ديال اناليست دو ديفالواسيون اي دونفيرونمون. ما فكره ديالي ما بقاش فيها بزاف، فكره ديالي نتعلم من كل ديبارتمون نتعلم شي حاجه بور فورمي واحد، دابا باش من ولي بريزيدون د البنكه نكون عندي واحد، فهمتي، واحد اون ايدي جينيرال على شاك ديبارتمون كومون سا فونكسيون. اللي كنتمنى نتمنى نمشي للديبارتمون ديال انفستيسمون اللي هو دابا تقريبا رجل فيه، وعلين ترانزيسيون باش نولي بارتي من الانفستيسمون ديبارتمون. علاش فيغ؟ كبير بزاف وفاغ وفيه عندي روم، عندي البلاصه باش نطلع فيها، يعني الحاجه اللي مزيونه في الترافاي اون جينيرال هنا اوز ايتازوني يصيفطوك على حسابهم بور كونتينيي لي زيتود، وعلى حسابهم فورماسيون كونتينيو، سكي في ان شاء الله نولي سيرتيفاي انفستمنت بلانر، يعني نكون كنعمل بحال كنعطي لي لي كونساي بور لي انفستيسور. دابا هنايا في سنترال في البارك ستريت، لو سونتر ديال بوسطن، كيعجبني نجي لهليلو بزاف باسكو بوسطن اون جينيرال كتعجبني، ماشي لي فيل كلهم مزيونين، بحق بوسطن سي فيل فيها لي زيتيديون بزاف، لحقاش فيها توب نوتش ديال لي زونيفرسيتي، هارفارد، ام اي تي، سافاك، بزاف ديال لي زونيفرسيتي. كنجي لهنايا بحال نوستالجي في الايامات ديال المدرسه، الايامات ديال لي زامي، وان بلوس كنت كنجيب وليداتي هنا فاش كانوا صغار كانوا يلعبوا، وهنايا مزيون لحقاش ان بو ريلاكسون، كشويه كتخرج من داك لا في ديال
ديال الهكتك الزربه وجري عليا جري عليك هنا تغلاكسا تاخذ ساندويتش ديالك وتقرا وتحط الافكار ديالك تفكر في هذا وتواتسابي لا فامي تهضر معاهم. انا خلقت وتربيت في طنجة والحمد لله طنجة لحقاش كانت دولية وتبارك الله طنجة عاوتاني حتى هي الموقع الاستراتيجي ديالها والناس اللي كيجيو لها وداكشي. مي جيت لبوسطن ما لقيتش شي ما كانش عندي ان شوك او يعني لا ديفيرونس ما بين السماء مع الارض كانت شي شويه ناتورال لحقاش ترانزيسيون كانت سموث تري فاسيل ماشي تخلعت لحقاش طنجة تبارك الله تاهي غزالة ودابا عاد فاش كنمشي لعاوتاني كنلقى ديك البنايات وديك الشيء كتحس براسك ماشي مشيتي من بوان ا لبوان زد واو تورولي ديفرنت. لا الحمد لله لحقاش طنجة تاهي غزالة والناس اللي فيها مزيانين والحمد لله انا كنت يعني حتى لوندوا فين عشت كان هكا سونتر فيل سكيفي ماشي بعيد على بوسطن وداك الجو ديالها حتى هو ابوبري بحال بوسطن. كنت كنمشي شحال هادي فاش كانوا عندي العروس تي توين كنت كنمشي كل عام لطنجة ودابا على حسب باش بداو كيكبروا شويه وكنمشي عاميه عام لا. علاش كنمشي؟ لحقاش لا فامي ديالي كلها تما ما عندي ماما بابا الله يخليهم لي خوتي ولاد خوتي لي كوزان لي كوزين لي زونغ لي طونط كلهم تبارك الله تما. انا حنا ما كايناش هنا لا فامي دونك كنحاولوا نمشيو تقريبا عاميه عام لا ولا عام كل عام بوكو با. المغرب تبارك الله في تقدم ملموس عجبني بزاف يعني ما شاء الله طالع ماشي هو طالع حتى هو الاسم ديالو زعما اون فيير ديتر ماروكان مي كتقول انا في المغرب يعني ماشي شي بلاد اللي ما كيعرفوها شي حتى هي تبارك الله وسورتو دابا طنجة داك لو غران بور اللي تما ما شاء الله ولا بحال والو ترجع عاوتاني طنجة انترناسيونال على حسب هذا الشيء مزيون داك الشيء عاجبني المغرب البات اللي ماشي فيها هو. انا كتعجبني لي زيتاجيني بزاف بزاف علاش لحقاش الانسان يقدر كيقولوا له دائما لا في دي زوبورتونيتي الانسان يجي من زيرو ويبقى طالع بشويه بشويه طون كيليا عنده لامبيسيون ليسبوار و لامبيسيون سورتو ماشي تجي هنايا وتقول اه نتسنى لي زيتاجيني تعطيني تقرا توصل تخدم توصل تعمل لي زيفور توصل. والحاجه اللي مزيانه هنايا كي دي اكنولوج يعني اي افور عملتي كي ياخذوه اون كونسيديراسيون بلي تو امبيسيوز اي تو فو ياريفي اون فا فو زيدي سكي في هادي حاجه مزيونه بزاف عندنا هنايا في لي زيتازوني سي بارمي لي شوز كو جادمير في لي زيتازوني اون بلوس هذا كنشوف راسي واخا مثلا جيت بان باجاج من المغرب و avec les ambitions والحمد لله je suis entourée de good mentors qui عطيوني شي فهمتي لي زيدي والبات اللي نمشي له حنا بشويه بشويه ان شاء الله نوصلوا وكتحس باللي يوص زعما توصل معاهم يعني ماشي بحال دابا مثلا نعطيك غير ان اكزومبل فحال شي انترتيان الا كاين امريكان وماروكان ماشي حيت امريكان غياخذوها ماروكان ما غياخذوهاش غايشوفوا شكون اللي عنده لي كاباسيتي وشكون اللي عنده لي الابيليتي وشكون اللي عنده الان باجاج وشكون اللي فارد راسو هو غادي ياخذو وفينالمون زعما دي فوا شحال مانت فوا كيكونوا دي زونتروتيان غير هذه الاخرانيه اونتروتيان انا وان امريكان واختروني انا يعني كتحس براسك تو هاد لا شونس دو 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 دي اريفي ان شاء الله يا ربي. لو فيت دتر ماروكان كيعاوني بزاف لحقاش لو ميلونج ديال لا كولتور ماروكان مع لا كولتور امريكان كتحس براسك تقدر تانتيغرا باسكو تبارك الله حنايا في المغرب كتكسبوز على كل شيء بحال دابا انا في طنجه كولتور اسبانيول فرونسيز ماروكان دونك عندنا واحد الميكستشر مي كتجي لي زيتازوني ماشي شي حاجه اللي كتضيف ديك الباجاج اللي عندك ديال لا كولتور اللي عندك متفتحه على فرنسا اسبانيا لي لونتوراج هذاك الميكسور كتجيبو معاك لي زيتازوني بحال كتضيف لي له. والحاجه اللي مزيونه في هاد لا كولتور دوبل كالتشر هو
مي كتجي مي كيت مثلا الماكله الطريقه ديال اللباس يو انسباير ذم كتحس باللي حتى هما كيحاولوا حتى هما يتعلموا منك و دي ار امبيشس باش يعرفوا لا كولتور ديالك والنوع ديال الماكله وشنو كتلبس فهمتي التقاليد لحقاش حنايا التقاليد ديالنا امبيكابل وبصفه خاصه كنوجه للناس تبارك الله هاد الجيل اللي طالع يتشبتوا بالتقاليد ولا كولتور ديالهم باسكو سا فا لو ايدي بزاف باش يفرضوا حتى هما وجودهم تحما عندنا كولتور ديالنا كنتميزوا بها وكناخذوا ديال لي زيتازوني وكنعملوا الميلونج وكناخذوا شويه هيدا شويه هيدا وكيعطي واحد très bonne recette. D'abord, on est dans un quartier italien, dans un restaurant qui s'appelle Quattro. كيعجبني نجي هنايا بزاف كي في بحال سي ان كارتيي بحال الا بغيتي تقول كتمشى في مرشان في طنجه ولا في مكسيك ولا ا بو بري لا ميم شوز كيعجبني نجي لهاد الريستوران باسكو واحد مره جبت ماما فاش كانت عندي جبت ماما ووليداتي وعجبتها بيتزا عندهم بيتزا تقريبا بحال بيتزا ماروكان لو غاف امريكان دريم هي فاش كتحس براسك وصلتي لديك لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل حققتي الذات ديالك قريتي خدمتي وكتخدم الخدمه اللي باغيها واترافير الخدمه كتوصل وبها كتحقق شحال من حاجه ماشي غير الفلوس وكان حيت ملي كيقول لك امريكان دريم سامتايمز امريكان دريمز از تو اون ا هاوس هنايا وتكون شاري دار هنا وشاري دار في بلاصه اخرى انا بالنسبه لي امريكان دريم هي لا ساتيسفاكسيون بيرسونيل باش ما تقدرش تحققها في اي بلاصه تقدر تحققها هنايا في دريملاند في لا في دي زوبورتونيتي لي زوبستاكل اللي لقيت في او ديبي فاش جيت لي ايتازوني هو مون ماري باك دان ما كانش باغيني نكمل لي زيتود ديالي سكي في كنت كملت لي زيتود كنت يعني جو سوي ساتيسفيت بالخدمه ديالي دابا بور لو مومون لحقاش الحمد لله بلي زومبيسيون ونتقاتل معاهم راه فهمتي بوتي تا بوتي وصلت شويه مي كنظن كنت كملت لي زيتود ديالي كوم يلفو بحال دابا مثلا كنت عملت الدغوا ولا كنت كملت في البيزنس كنت هذا وصلت ديفرنت دايركشنز سكي فادي ما وقعتش دونك الحمد لله باللي البنكا كتدفعك شويه بشويه دونك من ديبارتمون 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 باش قدرت نوصل فين انا دابا انا باش نستثمر بشي حاجه اقتصاديه في المغرب ماشي شي حاجه اللي كنفكر فيها دابا حاليا ولكن اجتماعيا هي علاش لا كاين بزاف ديال الافكار وبزاف ديال بزاف ديال الحاجات اللي يقدروا ناخذوا من هنايا ونديوهم للمغرب وننتيغريوهم الميساج اللي كان صيفطو بروميرمون ماما بابا الله يخليهم لي ايمان اختي نسرين وليداتهم وحبيباتي وخالاتاتي والعائله كلها وميزامي ديال لونفونس كنسلم عليهم بزاف بزاف وكنسلم على كل شيء وعلى المغاربه اللي كيشوفونا واي وحده ولا اي واحد عنده شي حلم سي رياليزابل خص يكون عندهم اون فيزيون وعندهم ان بوت و سورتو 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 يكون عندهم ان بوت لحقاش بلا بوت ما يقدروش واخا يجيو هنا غادي يضيعوا دونك خص يكون ان بوت و اون فيزيون ان شاء الله الله يوفق كل شيء و الله يوفقنا جميعا ميرسي بوكو حلقتنا وصلت النهايه ما بقى لي نقول لكم الى اللقاء في حلقه جديده من مغاربه امريكا